بزاف صوالح خبيتهم هنايا في قلبي وما حبيتش ننشرها. من بين الخبايا اللي في قلبي اني ما نضحكش بزاف، انا قليل الضحك، ما نشعر اذا كان هذه حاجه مليحه ولا ماشي مليحه. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب، رواه الترمذي. وهناك العديد من الاحاديث حول الضحك تقدر تشوفهم في جوجل، ولكن في هذا الفيديو راني حاب نشوف اسكو نقدر نضحك ولا لا. يعني ضحكني، راني حاب نضحك، ضحكونا شويه يا جماعه. مو في هذا الفيديو راح نشوفوا مقاطع مضحكه ولا ميمز، قول بان هذا الميمز ضحك بزاف ناس، لهذا راح نشوف اذا نضحك ولا لا. لهذا اتمنى منكم تشاهدوا هذا الفيديو الى الاخير، تدعمنا باللايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات، ويلا بينا حبيبي ليتس جو. انا عايز انزل دلوقتي بعد ما اخلص، اروح اخد سندويتش همبرجر كبير كده، حته لحمه كبيره كده، بعدين يتحط عليها رق بصل ورق طماطم ورق مستردة. انا وصحابي نعمل في اللي راهم هنا كاع يكثروا من اللي جاو يديروا القلوب، راه كثروا الله يكثر خاطر كانوا يجيني روحيا يديروا لي استمبريزي باسكو السبليتيك هذه اجنبي ما بين جزائري، هذه حاجه مليحه باسكو كاين وحده ما تعرفش توري هذا يوري لهذا باسكو اوروبي يديروا اشتراك باسكو باش تولي الجزائر باش ما توليش في ازمه، راهي ازمه اقتصاديه واعره بزاف باسكو شنو هو لازم نديرو ميزان باش تولي اقتصاد اوروبي، لازم تولي مشهوره بالجزائر، الجزائر العاصمه، سيتو حنا نجيبو انتاج هما يعطونا، حنا نعطي لهم انتاج هما يعطونا انتاج باش تتكون. ما بدي راهي غرفه مدارس ثانوي حتى الزواج حزين. الاستاذ يعسكم كي يشوفكم تهضروا معاه. انا قوة الصح يا اخو، حنا ناحيين ولي ما يحبناش حبوه يا اخو. هذا دراري وهذا يا اخو ما يقابلش صاحبي من الاخر يا اخو، معليش نورمال دير صافي نحكمك يا اخو. يلا اربع دقائق ولا سكان الجنطرون كحاشيش خرفوني بيع وما تحكمنيش تديني مسلم. شك تدير شك تدير شك تدير راك بجدك ها سلم ما تحشيليش. والله هذا هو من اللايت يضحكني. انا ساعه ساعه دوخوني انتم على برك. نوريك الخطه نتاعي دابا كيفاش حاب تطلع العام انت وما تروح تقرا التلفزي. انا عطيك هذه خليها عليا انا. شوف مجرد ما نعطيك الخطه يتاقلموا معها ويصيبوا لا كونتر خطه. لا كونتر خطه. في خامات يعني ممكن تعمل منتخب كويس يعني. مش عايز اقول لك حاجه، مش بس خامات والله، انا عندنا لعيبه زي ميسي مش والله العظيم يعني عندك ميسي. A few moments later واصل منتخب الكويت لكرة القدم للسيدات تحطيم الأرقام القياسية في عدد الأهداف التي هزت شباكه ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في الأردن. وتعرض أزرق السيدات لهزيمة ثقيلة جديدة أمام سيدات لبنان قوامها 12 هدفا مقابل هدف واحد. لا بلاس دي لا فام سي لا كويزين. استاذ صفا لازم يكون هاتي انا والزنوج في اخر الصف. حبيبتي انا انت والقنتي احبك.
مرد تمام تاع فيسبوك تنقل على كاع البورطال انت دي باتري بورطال والله ما تعرف في تعاد رجع تشوفوا بزاف لي فيلم تاع الترك جاب لي ربي تشوفوا بزاف لي فيلم تاع الترك حبسوا حبسوا لي سيري ماشي ملاح الحاجة المليحة فيا واحد ما يقدر يدير بيا ميمز السلام عليكم والله بضحك خدمو ميمز با 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 فضحك You saved me. Why? كوميسار كونديسير ديماتيزير ماستر دوميسيس حبا فرنسا قالوا قرواز دودو باس كالاباز ريكبوس ايبيتي لاكوس دومي دوس قلب اللوس عساك قابل قوت الريقر ما قاساه تكمر الطورات وتفوت ويا ما سيرك يا جيلالي عنده دريري تحسب بيطاري وهي يا بلا يا بلا بلا تو جوراسيك بارك انجي This week, researchers in England let us hear what a real mummy sounds like. Scientists were able to mimic Nessie Amun's voice by recreating his mouth and vocal cords with a 3D printer. It allowed them to produce a single sound. بعض الناس كان جماعة رامي يدخلوا للفيسبوك تاعي وانا وصيتهم شحال من خطرات وقلت لهم باللي رامي يدخلوا لصوالحي قسما بالله عليا عظم نضروك ما راني سامح الواحد قسما بالله عظم اسمح ديروا العيب وما تولي بالسماح وما كاسمح شريكي مالك بخلوة تخلع ما والو اصاحبي غنديو لك رزقك بالرجولة رزقك غيمشي لك بكل رجولة وما غاتش ادم والو يا سمير الله يسترك الدنيا وبركاته بابا انا هو باب دينا انا قلت لكم تكرارا ومرارا انا النهبل للرسان تاع باباكم بكال يلي ما تحبوناش الخير اللي باغيها حقيقه ماهيش خيال اللي باغي نحاربك نوريك نعطيك درس في البطولات نعطيك درس في الطبيعه والتاقلم Ha ha ha!
كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن، شعري تقدي تقولي له وشعري تقدي تقولي له شا صلى وشا مدين مسلمين ما سوال أهلي داو مسلمين ما بعد 200 سنة. شوفوا وين وصلنا يا جماعة، يعني مدخلوش في حياتها الشخصية ولكن يعتبروا هذا نفاقا. لها نبغيك، هذا كل جزائريين. تفضل يا ولد، تفضل تفضل احكي. انا نقولها ان شاء الله تاخذي رايي. ولا ما مزيش ضربيني تاني معليش. تاخذي رايي ما تزيديش ضربيني رايي. معليش يا اختي شربت في المونشا بالي. نو 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 بالي واش قلت له؟ معليش يا اختي شربت في المونشا بالي. نو 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 زعاف برك هكا نرفات مني طلعتها حكمتها لا كريز هذيك تشد البوش بالي وتضرب نورمال وما يكون فيها اش بدك درت هكا يدي باه ندير كارو هكا مسكتني هنا. انا قلت عنق فيا خبطوا اي بون شوينا كير تقول قبضه اللي قبضتني بيها قعد ديجا شهرين وانا نعاني من هاد الكوتي شهرين لا حول ولا قوه شهرين يشهد علي يا ربي وهي صحيحه كاع هكدا صحيحه بزاف بنيتها الجسديه اخي ابا كاراتيكا جيدو كذا ويتمردغ يطيح في الارض وكل شيء راك فاهم راك مسامحها على كلش هي مسامحها والله مسامحها يقول فيها ويضحك خاص تغيرني تضرب تضرب فيه وتغيرني خاص تغيرني ماراكش خارج على المجال راك في المنطق اي من بعد تهلاو في روحكم الله ربي يجمعنا في ساعة تاع فرح وخير بونس واي ناغي اذا وصلنا لنهاية هذا الفيديو اتمنى الفيديو يعجبكم صراحة اخر لقطة هي اللي ضحكتني كثير فتغابتني اتمنى الفيديو يعجبكم شكرا لمن شاهد الفيديو الاخير واستمتع معنا وضحك معنا اتمنى الفيديو يعجبكم لايك اشتركوا بالقناة وفعلوا زر التنبيهات نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله خبرونا اراكم حول هذه الفيديوهات يعني نوعو شوية جيمينج بحث نيوز يعني راح نديرو ان شاء الله بزاف فقرات في هذه القناة ان شاء الله وراح تعجبكم بحول الله عز وجل المهم نتلاقاو في ساعة خير ان شاء الله والسلام عليكم.